مساء الفل، مساء الجمال، مساء الصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب ناس. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا طيبين وبخير يا رب. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من كل يوم أكلة. لسه على معدنا، إحنا مكملين علشان نعمل نشيل الخضار كله في الموسم بتاعه ونتمتع بيه في طبعا غير أوقاته. فالنهاردة حلقة حلوة جدا، دخلنا مشرفاني كمان ضفتي الكريمة خبيرة التغذية ريهام العراقي اللي هتكلمنا النهاردة إزاي كده نستقبل شهر رمضان واحدة واحدة ونستمتع بيه وكمان ما نتخنش. حلقة جميلة جدا وهتحلى طبعا بيكم كلمات كل حلوة. بعد الفاصل استنونا. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. كنا لسه بنقول ان الخضار ما شاء الله دلوقتي في السوق يجنن، طول ما الجو برد فالخضار يبقى حلو جدا. اول ما الجو يبدا يحرر يبدا الخضار في ثواني يصفر كده، فده وقت مناسب جدا عشان نفرزن السبانخ بخضرتها، البسلة بالجزر. واقول لكم يعني ازاي اسهل طريقة علشان تاخدوا السبانخ تحطوها على طول في الخضار اللي تستخدموها على طول وتكون معانا تحفة. طيب مبدئيا كده السبانخ زي ما انتوا شايفين حلاوتها وخضرة وتجنن. انا بحط معاها كزبرة خضرة، مش بس كزبرة ناشفة في التومة، لا تعرفين انا عملتها معاكم قبل كده وقلت لكم انا بحط مع التومه كمان وبعملها طش التومه كده في الاخر، كزبره ناشفه وتومه وتجنن تمام. لكن انا كمان بحب جدا احط معاها كزبره خضراء، بتبقى من احلى الحاجات يعني طعما لما السبانخ بتحط عليها كزبره خضراء. قولوا لي بقى انتوا حاله القياس معاكم كانت عامله ايه امبارح، لاني بجد مبسوطه جدا ان في ناس كتير كانت بتقولني احنا بنبقى محتارين نشيل ازاي السلق بتاع القياس، نشيله كده ولا نحطه في يعني نعمله زي ما انت عملتيه ولا نشيله. والحمد لله ان هم لقوا ان الطريقه سهله جدا وبسيطه وعجبتهم هي اضافه التوم وكده خلصوا كمان اتنين في واحد. عايزه اقول لكم بقى النهارده ان احنا هنعمل برده سبانخ بطريقه سهله جدا، مش بطريقه واحده، بطريقتين، عشان استخدامات السبانخ عندي مش بس ان انا بحطها في الخضار يعني بعمل لها صلصه وكده ويبقى عندي طبيخ بس سبانخ، لا ليه طرق كتير. قولوا لي بقى انتوا ايه اكتر طريقه بتحبوها لاكل السبانخ، وانا هقول لكم كمان انا ايه اكتر طريقه بحبها في اكل السبانخ. طيب اول حاجه بقى هعمل ايه السبانخ، كل اللي محتاجاه يلا بينا شويه سبانخ حلوين كده الكميه اللي انت عايزاها، شويه خضره اللي هي الكزبره وشويه ثوم وحله بتاعتي طيب او الطاسه او الوك او اي حاجه. مبدئيا كده اول حاجه انا بغسل السبانخ قبل ما اقطعها مش بعد ما اقطعها، تاني انا بغسل السبانخ قبل ما اقطعها مش بعد ما اقطعها تمام. يعني انا بغسلها الاول حلو جدا 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 وبشيل منها كل حاجه وبعدين بعد كده بقطعها بعد كده بقى تمام. لازم تكون معايا فله، ليه بقى؟ لان انا لو غسلتها بعد ما قطعتها انا نزلت منها كل الفيتامينات والعناصر المهمة والمعادن، بصوا كل حاجة نزلتها في قلب المية، حتى بالنهاية المية ملونة مخضرة، ده ايه؟ كل حاجة بتنزل فيها. فرقم واحد علشان اخد السبانخ تكون عندي بكامل فيتاميناتها وهي متخزنة معايا، رقم واحد بجيبها ما تكونش دبلانة، تكون صحية كده ومنعنشة كده وزي ما انتوا شايفينها وخضرة ولونها جميل. تاني حاجة بغسلها قبل خلاص، وبعدين بعمل ايه؟ بجيب بقى المشنه بتاعتي دي اهي سبانخ وارتبها معايا. يعني ايه ارتبها؟ علشان ايه؟ اسهل على نفسي، ابدا ايه ارتب ايه الترتيب ده. يا ام طه الف سلامه عليكي وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. لا انا زعلانه. ليه؟ لا انا زعلانه بعدين بقى بقول لك كان بعدين وقت. طيب ماشي، ده احنا سالنا عليكي وكلنا كنا بندعي لك الف سلامه عليكي. الله يسلمك يا حبيبتي، انا بشكر كل من سال عليا واشكر ام طارق وام اسلام وشيرين وبشكركم كلكم والله. يا حبيبتي الف سلامه عليكي وحمد لله على سلامتك ودايما صوتك وحسك في الدنيا كلها. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، دايما كده انت منوره ومتعانا كده بالحاجات اللي انت بتعمليها. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ايه رايك في السبانخ بتاعتنا؟
جميلة والله يا ميلة. حاسة ان انا عايزة اقول ايه يا حلوة يا سباني تجنن حبيبتي ربنا يخليكي ربنا يخليكي. تفريز السمبوسة والبيتزا والحاجات دي فيها. قولي لي عايزة ايه؟ تفريز السمبوسة والبيتزا. عيوني السمبوسة وايه التانية ما سمعتهاش؟ والبيتزا. البيتزا ازاي بقى العجينة بتاعتها نستعملها يعني نخزنها في الفريزر ونطلعها؟ البيتزا انا سامعاها الزبدة. الزبدة ماشي حاضر. عيوني انتي تو مريم وطه والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. حبيبتي نورتيني. شكرا حبيبتي. بصوا اول حاجه بشيل ايه كده مره واحده اهو تمام، وابدا بقى ايه اقطعها معايا سكينه حاميه. ما بعملهاش في في الكبه، ما بعملهاش باي حاجه غير بسكينتي الحاميه. وابدا بقى اهي شايفين، طول ما انا زي ما قلت لكم سكينتي الحاميه معايا سلاح المتين اهو. احب اخليها كلها ايه، في ناس ما بتحبش ده يعني اللي هي العروق الطويله، لا ليه دي جميله كلها تتاكل اهي. احط بقى ايه عامله زي انا يعني بحس ان انا شويه تقليديه قوي زي ايه جدودنا زمان كانوا يحطوا الحاجه كده بعد ما يخرطوها تحت ايه تحت الحاجة اللي لسه بيعملوها علشان تنزل كمان وتتخرط اكتر اهي اهي. امسك بس من الجوانب. حلو جدا. في ناس بتقطعها كبيرة، في ناس بتقطعها صغيرة، اهم حاجة تتقطع بالايد مش ايه مش تتعمل في الكبة ولا في ولا اي حاجه، ولا بالخلاط ولا حتى بالمخرطه بتاعت الملوخيه، لا هي كده بس. طبعا انا غسلاها خلاص. هعمل ايه بقى؟ هروح ايه مخلصه كده واقول الو ام اسلام. الو ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني كان عندي غياب. معلش. لا مفيش هنا مفيش هنا اعتذارات. بصي انا لو كنت في البيت انت عارفه، أنا لكن عارفة. انا والله اليومين دول مش قادره اقول لك، من الساعه 8 كل يوم في الشارع. يا حبيبتي ربنا يقويكي. والله العظيم مش قادره اقول لك والله يا حبيبه قلبي. المهم يكون في الخير. بصي النهارده كنت من الساعه 8 ونص في الشارع يا حبيبتي، بس ربنا. قلت لازم اجي بدري علشانك والله. ايوه بقى ايوه بقى كنت وحشاني. وانت تفرقي قوي والله. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. حلوه الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ايه الجمال اللي بتعمليه ده حبيبتي؟ بنعمل السبانخ اهو طبعا. ما يجيش طبعا في ايه، في طبيخ الست ام اسلام طبعا. لا يا حبيبتي بصي والله العظيم في ناس كتير قوي بيكلموكي ومش بيكلموكي، والله مش قادره اقول لك كل الكلام اللي بيتقال عليكي. يا حبيبتي ربنا يخليكوا ليا. وحياة ربنا والله وحياه ابني وولادك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي يخليكي ليا. دايما منوره الدنيا كده وتسلم ايدك على كل اللي بتعمليه حبيبتي. ربنا يخليكي ما تحرمش مني والله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي وكل. قولي لي بتحبي السبانخ اكتر حاجه تعمليها ازاي؟ عادي يعني يعني بسبك لها وبعدين بحطها على طول. بتدخليها في وصفات تانية ولا هي كده اخر حاجه؟ ممكن فطاير، ممكن احط لها بعملها بسوحها وكده، وممكن احط لها مثلا جبنه موتزاريلا. طب قولي لي بتخزنيها ازاي؟ ايه دي بتخزنيها ازاي؟ بصي انا بحطها من غير ولا نقطه ميه على النار زي كده اهو. ايوه بالظبط كده. ولا نقطه ميه، هي بتنزل بقى ميتها صح، وبعد كده بصفيها. بتبقى بتقعد من السنه للسنه واكتر من السنه، بتقعد معايا بسنتين ولونها بيفضل زي ما هو. انت عارفه انا عندي لسه والله من السنه اللي فاتت ولونها يعني بطلعها بتلجها بروح حطها على طول في التسبيك. ده حقيقي بتبقى تحفه حبيبه قلبي. تسلم ايدك حبيبتي. تعيشي وتعملي. ربنا يخليكي كل سنه وانت طيبه حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. سلامي لكل كرو البرنامج. يوصل يا حبيبتي. يا حبيبتي الف سلام يا حبيبتي. مع الف سلامه يا حبيبتي. بصوا اهو دي، بصوا طريقه تحفه ليها اهي شايفين، هي بتنزل ميتها من غير اي حاجه، تتسلقش ولا اي حاجه. خلاص انا كده خلصتها، ببعدها عن النار ماشي. بصوا
محتفظة بلونها التحفة ازاي؟ محتفظة بلونها جدا، ما حصلوش اي حاجة. بصوا لونها عامل ازاي. اسيبها بقى تبرد عندي في مصفى، في بولة، في اي حاجة، ماشي. وبعد كده ايه، اروح شايلاها في الكيس. طبعا ما شيلهاش كده، طبعا ما شيلهاش كده اهو. اسيبها بقى تبرد. بصوا لونها تحفة ازاي، لونها يجنن يجنن. وتفضل كده زي ما ام اسلام بتقول من السنة للسنة ولا يحصل لها اي حاجة. طيب انا بحب جدا ها ان السبانخ دي اعملها زي ما ام اسلام قالت، شوية فطاير، شوية سمبوسك، حشوة جلاش. بحب جدا جدا ان انا على طول ادخلها وتكون معايا برضو متفرزنة من السنة للسنة. طيب بعمل ايه بقى للوصفة دي؟ بجيب توم واقطعه كده شرايح صغننة، ماشي اهو، واقطعه. طبعا ممكن يكون ايه، ممكن يكون عادي توم مفروم زي ما انتوا عايزين، بس عشان لسه التوم احنا ايه فرحانين بيه بقى شوية عشان جديد، فهتلاقونا ايه بنقطره كده في الوصفات، ماشي. اخد واحدة كمان كده، اعمل كده اقول الو يا بسمة، ازيك يا بسمة، عاملة ايه يا بسمة؟ مكملة يا بسمة؟ مش سامعاني ولا ايه يا بسمة؟ شايفين اهو، طول ما هو طري معايا في ثواني بعمل كده، تمام. اروح عاملة ايه بقى، اروح جايبة برضو تاني سبانخ. حطوا سبانخ كمية كبيرة ولا تقلقوا اهي، لانها بتصغر خلاص. وبعدين اروح احطها على النار زي ما اتفقنا، على نار هاديه، واحط لها شويه توم بقى. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، لما بتطلع بتكون تحفه يا بسمه. طيب يا بسمه تعالي تاني يا بسمه اهو. طيب تعالوا بقى بعد بس ما نحط ده كده لحد ما يعمل، سريعة سريعة سريعة، وانزل. نعم مش حاضر اهي، واروح جايبة التوم كده واروح حاطاه فين، على السبانخ. يا نهار ابيض على ريحتها، تبقى جاهزة معايا لما اخرجها، جاهزة معايا احطها في الحشوات اللي انا عايزاها، في الحشوات اللي انا عايزاها يا استاذ منتصر. بصوا هنلاقيها بتصغر على طول، ما تقلقوش من الكميات اهي اهي. احنا عندنا مشكلة في اتصالات ولا ايه؟ ليه كده؟ خلاص اهو شايفين. طيب عندي ايه بقى، عندي ايه بقى دلوقتي؟ حبة بسلة والجزر. بسلة ناس كتير تقول لك دي انا هسلقها، لا انا هشوحها، لا انا اسهل طريقة البسلة هنجيبها هنفصصها. طب نعرف البسلة الحلوة ازاي من اللي فاضية؟ لما نعمل كده فيها يعني تتقطم معانا خلاص، لما ان البسلة عندنا كده طويلة، لما نحط ايدينا كده عشان ننزل منها تتقطم معانا، ما تكونش ايه، ما نحسش ان هي طرية، فيكون كده هي مليانة خلاص. اجيبها اهي عندي، كل كيلو انا بحب كده، كل كيلو بسلة احط له ايه، ربع جزر، نص كيلو زي ما انتوا عايزين، كيلو بسلة احط له نص كيلو جزر او ربع كيلو ايه جزر زي ما انتوا عايزين. ما يعني ما بسلقش يا فيفيان ولا اي حاجة، كفاية بس عليك تقعدي قاعدة واحدة ها تفصصي فيها، تجيبي كياسك وتحطي الجزر معاها، عايزه الجزر معاها اوكي، عايزه الجزر في كيس لوحده اوكي، انا بحب الاثنين مع بعض واخلص ايه منهم اهو خلاص. وطبعا طب في طبخها بقى، انا ما سلقتهاش، هعمل ايه؟ هحط في طبخها،
هحطها يعني بطبخها عادي ايه بس شويه ثوم وشويه بصل وشويه زيت وسمنه. في مرحله البصل بالزيت بالسمنه والتومه بنزل معاهم البسله والجزر قبل الطماطم قبل اللحمه قبل اللحمه ممكن مع اللحمه، واديها تشويحه حلوه جدا 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 لحد ما دي ها تعمل ايه تطرى معايا، لحد ما البسله تطرى معايا. عايزه اقول لك مش كتير بنشتكي ان البسله بتاخد وقت في تسويتها، بالحركه دي مستحيل تاخد وقت معاكي. رشه ملح وفلفل اسود وشوحي شوحي شوحي مع الثوم والبصل ماشي مع اللحمه من غير لحمه، شوحي تشويحه حلوه جدا. ايه اللي هيحصل؟ هتاخدي نتيجه هايله هايله، هتعجبك جدا جدا جدا. وبعدين تحطي بقى الطماطم وتكملي طبيخك عادي، مش هتاخد وقت معاكي خالص. هفرزنهم وبعد الفاصل هنستقبل خبيره التغذيه ريهام العراقي، استنونا. ناس بتستنى شهر رمضان الكريم علشان تخس فيه، وناس بتستنى شهر رمضان وما تركز بقى في الاكل تاكل زي ما هي عايزه. لا، احنا عايزين ندخله صح نخرج منه كسبانين مش خسرانين، كسبانين صحه خسرانين وزن مش العكس. عشان كده النهارده شرفتنا اخصائيه التغذيه العلاجيه ريهام العراقي اللي هتكلمنا بقى وتعرفنا ازاي ندخل شهر رمضان ونستمتع بيه. أيوة. من غير ما نخس ايه من غير ما نتخن بس جهو. نخس صح. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا بيبي؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ نوراني حبيبتي. ايه النور ده؟ والله انا مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده. وانا كمان يا حبيبتي. قولي لي يا ريهام، انت من الناس اللي بتدخل شهر رمضان بتركز هتاكل ايه ومش هتاكل ايه، ولا بقى شهر في السنه؟ لا بركز. يعني بركز عشان انا كمان مش عشان اخس، عشان معدتي بتبوظ للاسف في رمضان لما باكل غلط. فترة الناس كمان اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، مش بس الناس اللي عايزة تخس أو حاجة، فترة الصيام بتريح لهم شوية المعدة، فلما بيجوا يأكلوا بكميات كبيرة أو أكلات دسمة أيوة. بيلاقوا أنه هم أغلب الشهر تعبانين، عندهم حموضة، عندهم ارتجاع، عندهم وجع في معدتهم بيخليهم أنهم هم نفسهم يأكلوا بس مش عارفين يأكلوا الأكل ده، فبنركز شوية عشان معدتنا تبقى. طب بصفة عامة بقى، في حاجات كده عادات خاطئة بنعملها في شهر رمضان واحنا مش حاسين؟ كل اللي احنا بنعمله كل حاجه بنعملها في رمضان غلط واحنا مش حاسين. مبدئيا احنا هنبدا من ايه؟ مش الفطار، من السحور. عايزه نبتدي من السحور. ماشي. الصح اتسحر امتى واتسحر ايه وليه؟ حلو، يلا. بصي، في السحور انا هقول لك الحاجات اللي احنا لازم نعملها والحاجات الغلط اللي احنا لازم نبعد عنها. اول حاجه ان احنا اصلا لازم نتسحر، لان الناس كتير بتسكيب او بتفوت وجبه السحور دي، مش فاهمه ان هي دي مصدر الطاقه بتاعها لفتره الصيام اللي احنا بنصومها، اللي هي تقريبا بتوصل ل 12 او 14 ساعه احيانا. فلازم اول حاجه ان انا اتسحر. الوجبه بتاعه السحور بتاعتي لازم تكون متكامله. متكامله يعني فيها نشويات، والنشويات هنا نشويات معقده. يعني ايه نشويات معقده؟ يعني بتقعد في جسمي لفتره اطول، مش بترفع السكر عندي في الدم، بتشبعني لفتره اطول، ودي زي البقوليات، الفول والعدس واللوبيا والحاجات دي. في السحور ما هي الطعميه من الفول بس ما نعملهاش مقليه. عارفه الاير فراير؟ هو هي الطعميه تبقى طعميه غير وهي مقليه. هيجي لي حموضه كده. ما انا هيجي لي حموضه وعندي سعرات زياده. يعني انا لو بفكر ان انا اخس، بصي لو مره في الاسبوع مش هتخسر معانا حاجه، اوكي. لكن لا، بقول لك ايه، انا بقول لو مره في الاسبوع يعني هناكل اربع مرات فلافل مش طعميه. ايوه، اصل يا جماعه ريهام اسكندرانيه. ايوه، فهي بتقول فلافل وانا بقول ايه؟ طعميه. طيب حبوب كامله برضو زي الشوفان، زي العيش الاسمر، التوست البني، الحاجات دي كلها هتشبعني لفتره طويله. تمام. تاني حاجه بتيجي في الوجبه المتكامله هي بروتين. أوكي. البروتينات بقى زي البيض، الجبن، الزبادي، الجبنه القريش. انتفاخ في السحور؟ لا، لو ناس عندها مشاكل من البيض نفسه هيعمل لها انتفاخ ويعمل لها غازات، بس طالما حد ما عندوش حساسيه ناحيه البيض مش هيعمل معاهم اي حاجه خالص. واحنا برضو هنقول ان احنا هنأخر السحور، بس مش هنخليه ان احنا بناكل وبننام. يعني انا مهم ان انا أخر الوجبة بتاعت السحور على قد ما اتسحرش مثلا الساعة 12
والفجر يبقى الساعه 4 او الساعه 5 بس اتسحر مثلا الساعه 2 وانام الساعه 4 ادي وقت اتليست اسيب على الاقل من ساعتين لثلاثه بين السحور وبين النوم بتاعي عشان ما يحصلش. طب احنا معانا تليفون يا ريهام. يلا بينا يا استاذ منتصر. الو اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاك اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. اكلم الدكتوره. معاك اتفضل. قولي الو يا ريهام. الو ازيك يا دكتوره؟ ازاي حضرتك ايه الاخبار؟ يا عمي بص يا عمي يا دكتوره انا هستاذنك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون عشان حضرتك تعرف تسمعنا. واضح ان الاتصال فيه مشكله. طب ريهام كملي. طيب. يبقى احنا كده هناخد بروتين. هناخد وجبه متكامله فيها نشويات معقدة وقلنا ايه بروتين. وفيها دهون صحيه. دهون صحيه دي زي زيت زيتون زي مثلا شويه مكسرات دي برده بتشبع لفتره اطول وبتنظم مستوى السكر معايا عشان ما يرتفعش قوي على الوجبه دي. مهم بقى قوي عشان العطش اللي بيحصل لي ان انا ميه لا دي اكتر حاجه انا بقول لك الحاجات الغلط كلها اكتر حاجه غلط الناس بتعملها ان هي بتحوش الميه على السحور. مش جميل بالظبط. الجسم ليه كميه معينه من الميه بتخش في فتره معينه فهو هياخد اللي هو عايزه والباقي ده بقى بيه. انا طول ما انا نايم رايح جاي كل شويه على التويلت عمال ايه بقى بفضي الميه دي ودي كمان بتسحب الاملاح اللي موجوده عندي فلاقي ان انا البوتاسيوم اللي عندي قل والصوديوم اللي عندي بيعلى لان الجسم بيبقى عايز ميه فبيخزن ميه اكتر فجسمي يتنفخ فيحصل ووتر ريتنشن اللي هو حبس الميه ويبقى فيه صوديوم عالي وده بيحسسني برده ان انا عطشان لفتره طويله طبعا. فانا بشرب بوزع الميه بتاعتي من اول الفطار لحد السحور. اكلات برده بتحسسني ان انا مش عطشان او مفيش ملح زي الاكلات اللي فيها بوتاسيوم عشان كده دايما التمر من اهم الحاجات اللي موجوده في رمضان لان هو من يعني التمر مش في الفطار كمان ممكن اكله في السحور ممكن اكله في السحور انا كده كده بحسبه بس من ضمن سعراتي خلي بالنا عشان التمرايه ما هو بصي الحاجه مفيده بس برده بيبقى ساعات فيها سعرات عاليه يعني التمر التمرايه الواحده سعراتها حوالي 25 سعر يعني انا لو دي حاجه صحيه وافضل طول ما انا قاعده اكل دي سعراته الحراريه عاليه جدا بالظبط كده فلازم نخلي بالنا ان احنا من واحده لثلاثه بالكتير قوي وحدات تمر ما بزودش عن كده تمام في الايه في الفطار وفي في الفطار او السحور يعني انا ليا ثلاثه في اليوم أنا بس هاخدها بصي ممكن يبقى ليا اكتر من كده لو انا ال 75 سعر بتوع الثلاثه دول انا شلتهم من السحور حطيتهم في في التمر اوكي ممكن اكل اكتر من كده انا بقول لهم سعراتها قد ايه عشان هم لو بيحسبوا سعراتها هم على مدار اليوم يبقوا عارفين هم هيطلع لهم قد ايه. حلو قوي. حاجات تانيه زي الموز زي الافوكادو زي المشمشيه اللي هو التين المجفف المشمش المجفف المشمش مجفف ده فيه برده بوتاسيوم لا المشمش فيه بوتاسيوم اكتر من من القراصي فدي الحاجات اللي لازم تكون موجوده على السحور. العكس بقى مش المفروض ان هو يكون موجود اللي هو الحاجات اللي فيها صوديوم عالي الحاجات المعلبات محللات. طبعا المخللات الحوادق الموالح البهارات برضو اللي هي فيها تيست او طعم مملح شويه أوكي. المفروض ان هي ما تكونش موجوده زي ما قلت لك بقى ان احنا ما ناخرش مياه الغازيه لا ده كده كده دي مرفوضه تماما ايه ده بجد عندكم خلي بالك معانا طب تليفون المياه الغازيه دي فيها اعلى نسبه صوديوم ممكن تكون موجوده في حاجات بتتشرب اصلا يا اسراء ايوه ازيك يا اسراء الحمد لله عامله ايه اخبارك كويسه الحمد لله معاكي الدكتور يا دكتور انا عندي منطقه البطن من تحت كده في سنه جامده يعني انا جسمي مظبوط بس في المنطقه دي في سنه وانا اللي هو يعني متجوزه دي كام شهر متجوزه ايه اللي هو مقصر متجوزه دي كام شهر متجوزه دي الف الف مبروك ومقصر على موضوع الله يبارك فيك ومقصر على موضوع الخلفه عندي طيب بصي لو انت جسمك كويس وانت ماشيه على دايت مظبوط وبتعملي عاداتك الغذائيه عامه مظبوطه وشايفه ان البطن مش بتخس وارد جدا البطن دي يكون سببها ان انت ممكن يكون عندك تكيسات مبايض فانت محتاجه تعملي التحليل بتاع مقاومه انسولين ومحتاجه تعملي سونار
على المنطقة دي بتاعة التكيسات وتبتدي تشوفي هل انت عندك المشكلة دي ولا لأ. لو موجودة بتحتاجي دكتور أمراض نساء يديكي أدوية معينة عشان يعالج القصة دي، وبتحتاجي أخصائي تغذية يعملك نظام غذائي مناسب للموضوع بتاع التكيسات عشان تبتدي الأعراض بتاعتها تروح، فما يبقاش فيه أي مشكلة في الخلفة خالص والبطن دي تبتدي تنزل. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يديكي احلى فرحه ان شاء الله. ربنا يشفيكي يا اسراء. طب ريهم ايه رايك نروح لفاصل ونرجع نكمل حكاوينا؟ هنروح لفاصل صغير، استنى. ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه معانا اخصائيه التغذيه العلاجيه الجميله ريهام العراقي. ولسه كنا بنتكلم دلوقتي بقول لها انت قلتي مياه غازيه لا، فناس بتحب تشرب ايه؟ كافيين. صح. نعمل ايه بقى؟ نبتدي بقى من دلوقتي نبتدي نقلل الكميات بتاعتنا، لانه الناس اللي هم مدمنين كافيين بيشربوا بكميات كبيره، اول حاجه بيعوضوا بقى بعد الفطار. بالظبط. وده هيخليهم النوم بتاعهم مش منتظم، هيخليهم في فتره الصيام على طول حاسين بدوخه وصداع، غير ان هم المود بتاعهم مش هيبقى حلو، هيبقى على طول مقريفين. بالظبط. لانه الجسم متعود على كميه معينه، الكافيين منبه قوي جدا طبعاً. فتخيلي ان انا بيخش لي حاجه بتنبهني في الوقت ده، عيني ما بيفتحش غير كوبايه النسكافيه بتاعتي. بالظبط كده. فنبتدي من دلوقتي، احنا معانا فرصه اهو لسه اسبوعين. تمام. ان احنا نقلل شويه، يعني المفروض اصلا ان احنا نوصل في رمضان ان احنا نكون بنشرب 2 بس كافيين، كل الكافيين بقى شاي، قهوه، نسكافيه، ماتشا، كل الحاجات، كل ده اختصره في 2. ما هو عشان انا ما قابلش المشكله بتاعه الدوخه والصداع والهمدان والاريافه في رمضان، ابتدي من دلوقتي. وانا لو قللت بالتدريج، يعني لو بشرب 4 مثلا اخليهم 3، بعد كده الاسبوع اللي بعديه هخليهم 2، هوصل في رمضان هلاقي ان انا طب عصاير اشرب عصاير ادرجها تحت الميه. ايه العصاير؟ ايه تصنيفك للعصاير؟ يعني قصدك عصاير بتاعه رمضان يعني ولا عصاير الفاكهه؟ ايه الاثنين. طيب يعني الكركديه والتمر ادرجها تحت الميه، والسوبيا. ايوه. وقمر الدين طبعا. هديلك ايه تاني؟ وكمان عندك بقى طبعًا. ايه لو عصاير فريش ماشي. ايه لا ما ادرجهاش إيه تحت الميه دي خالص. الميه دي حاجه بيور ما فيهاش اي سعر خالص، زيرو كالوري. طب اشربها عشان برضو تديني ترويني وتحسسني. انا هقول لك نشربها ازاي. لا هنشربها لازم، بس احنا بنقع في غلطه كبيره قوي، ان احنا اول ما بنسمع الاذان بنشرب كل العصاير اللي موجودة، وبنكتشف انه انا مش قادر اكل، واطلع من رمضان اقول ايه ده، هو انا زايد ليه؟ ده انا كنت بشرب بس. عايز اقولك بقى العصاير اللي انت اتكلمتي فيها دي سعراتها بتبتدي من 100 لحد 350 وساعات 400 سعر في كوباية الواحدة. يعني قمر الدين الجميل اللي بيتشربوا الكوباية دي ده 350 سعر بس، يعني هو بمقام 3/4 وجبة، فاهمة؟ طبعا. فالناس بتفضل تشرب كميات كبيرة، ودي سعرات داخلة على الفاضي، لان ده في الاخر سكر. سكر. سكر ده بيتحرق بعد 10 دقايق من بعد وادور على غيره. طبعا. هيفضل يجيب لي كريفنج، لان هو بيعمل لي حاجة اسمها شوجر راش، اللي هو بيرفع لي مستوى السكر مرة واحدة، فانسولين يترفع مرة واحدة ويهبط، فانا طول الوقت عايز غيره بقى. سعرات كتير، سكر كتير، انسولين لما بيترفع تخزين الدهون عندي بيبقى زياده، سبيشالي في المنطقه بتاعه البطن دي. تمام. فانا مش مستفيد اي حاجه خالص. طب انا عايز اكل المدفع الافطار اضرب وجرينا على السفره. هناكل ايه اول حاجه ونستنى على ايه لحد التراويح؟ بعد التراويح ناكل ايه؟ نحلي امتى باختصار كده عشان نضحك اقل من 5 دقائق. يلا بينا. اول ما هنبتدي بالتمر، لانه التمر بينظم سكر في الدم، بس اهم حاجه ما اخدش زي ما قلت لك من 1 لـ 3. التمر دايما في جدل هنا بيبقى معاه يا اما ميه يا اما لبن، الاثنين صح، بس الاصح ان انا اشرب ميه معاه عشان اعوض نقص الميه اللي كان في فتره الصيام، وكمان عشان انا اللبن بيبطئ لي الامتصاص بتاع الاكل، فممكن يعمل لي مشكله في الهضم ومدخل 130 سعر زياده انا مش محتاجهم دلوقتي. تمام. اول ما ببتدي الاكل انا عندي مراكز الشبع بتشتغل بعد 10 دقائق، فانا اكون خلصت السفره في 10. ما هو بصي بقى احنا هنعمل ايه عشان ما نخلصهاش. انا بدات اهو من اول ما بدات التمر ده انا كده اتحسب لي الوقت بتاعي 10 دقايق، فانا هقوم اصلي
واريح واخد نفسي كده وبعدين ارجع اخد شويه شوربه. فكده تقريبا عدى اكتر من 5 دقائق. فاضل لي 5 دقائق الشمعة تشتغل بالظبط. هي اوريدي اشتغلت من اول التمر، فانا فاضل لي 5 دقائق هاكل فيهم واحس ان انا شبعان. فانا لو متارجت اكل السفره كلها اللي قدامي انا هلاقي نفسي كلت 2 معلقة 3 وانا تمام كده، حاسس ان انا شبعان ومش قادر اكل اكتر من كده. الشوربه كمان بتسد النفس معايا، غنية برضو بالمية وفيتامينز، بس أهم حاجة إن هي تكون شوربة خفيفة عشان برضو تهيأ لي المعدة للأكل اللي ده. لسان عصفور بالظبط، خضار لسان عصفور، جزر، طماطم، بس طماطم ما تبقاش متسبكة. الحاجات دي بقى هي تجنن، ما عرفهاش دي تحفة. ماشي هنتعلمها منك بقى دي يا فيفا. بعد كده لما باجي أبتدي الوجبة بتاعتي ببتدي الأول بالخضار عشان يسد معدتي، ومن أشهر برضو الخضار اللي فيه مية اللي يعوض لي العطش ده الخس، الخيار، الطماطم. الطماطم مش بتحبس ميه زي الناس ما بتقول، ولا فيها املاح كتير. كتيرة. لا لا لا. والسبانخ برضو والورقيات كلها اللي انت عاملاها هموت وادقها والله. ده كده شكل الفطار بتاعنا. اهم حاجه ان انا الحلو 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 يجي امتى؟ الحلو عندي 2 options، يا اما ان انا ابقى عامل احتياطاتي قبل ما اكله، يا اما لو كلته اعوض اللباس ده ازاي. الحلو يجي امتى؟ يجي في حاجتين، يا اما بعد الوجبه بتاعه الفطار على طول عشان يقلل السكر اللي هيخش لي ده في وجبه لسه بتتهضم، يا اما بعدها بساعتين. بس لما هاخدها بعدها بساعتين لازم مصدر للدهون الصحيه معاها عشان تقلل السكر ده، يعني اخدها مثلا مع شويه مكسرات او اخد كافيين معاها عشان يسد الشهيه شويه. فكره هايله. او اخد كوبايه ميه قبلها عشان برضو تنظم سكر الدم واقلل الكميه اللي انا هاكلها. حلوه قوي. لو انا عايز اكل بقى ومش عايز ان انا ازيد في الوزن، يبقى انا بعرف الكمية اللي انا هاخدها واخدها في الطبق بتاعي. مش قدامي كل حاجة، مش هاخد من كل حاجة وادوق وبعدين اكل طبق. بالظبط، هاخد قبلها زي ما قلنا مية، وهاخد معاها كافيين، هاخد بعدها اوميجا 3 لو انا مش عايز ان انا اخد حاجة مكسرات، ويستحسن ان انا اخد حاجة فيها عنصر كروميوم. ايه عنصر الكروميوم اللي هو فيه؟ الكروميوم ده موجود في الصيدليه. باخد تابلتس فيها كروميوم قبلها عشان بينظم السكر وبيساعد شويه ان انا السكر ده يتحرق اسرع شويه. انا اتبسطت قوي وانا واستفدت جدا يا ريهام. وحلقه واحده ما تكفيش الكلام المهم ده، علشان زي ما بنقول نستمتع وفي نفس الوقت نطلع كسبانين ان احنا خسرنا وزن مش خسرانين وتخنا. بالظبط. نورتيني يا ريهام، ربنا يكون انبسطتي معانا. طبعا طبعا معك. حبيبتي، وانا كنت مبسوطه طبعا معاكم جدا النهارده. فرزنا السبانخ وعملنا البسله والجزر، وشرفتنا اخصائيه التغذيه العلاجيه ريهام العراقي. بكره ان شاء الله تستنونا في حلقه حلوه جدا، يعني كلكم بقى مستنيينها. وبكره ان شاء الله من 1 ل 2 على قناتنا تين تي في، برنامجكم كل يوم اكله. توحشوني، باي باي.